It's a continuous stirred tank reactor, CSTR. هلا هي هون على فكرة رياكتر مش بلندر. البلندر ايش هي؟ فيزيكال بروسيس ولا كيميكال بروسيس؟ فيزيكال. الرياكتر كيميكال بروسيس والتنين بينزلوا تحت بتصنفوا تحت البروسيس كنترول. كونتينيوس لانها مش باتش ستيرد عم بعمل تحريك مستمر عشان وممكن تلاقي مثلا انه هذا الكيميكال رياكشن ممكن اسرع الكيميكال رياكشن اذا سرعت ستيرنج اذا سرعت مثلا ممكن التمبرتشر اذا حطيت انزيم معين مش بقدر احط انزيم معين بسرع هذا التفاعل بيساعد بيطلع عندي بخلي التفاعل هذا يصير بشكل اسرع هذا كله موديل ممكن اطلع له موديل دايناميك موديل مش بياثر هذا على السيستم داينامكس يعني السيستم داينامكس يمكن هذا التفاعل سرعه هذا التفاعل تعتمد على سرعه الستيرنج وشكل الستيرر مثلا ممكن تعتمد على درجه الحراره ممكن تعتمد على الانزيمات اللي موجوده هون الى اخره اذا السي اس تي ار في عندي تفاعل في عندي تانك هلا لانه كونتينيوس هون لازم يكون في عندي انبوت لاين واوتبوت لاين مش احنا قلنا كونتينيوس الباتش ايش راح تكون؟ راح يكون محطوط هالتانك هذا بعبيه مره واحده وخلص بسكر الانبوت لاين بشغل العمليه لفتره زمنيه معينه بعدين بوقف المحلول جاهز او البرودكت صار جاهز باخذه بوصله كونتينيوس راح يضل يمر عندي يدخل عندي رياكتنس واخذ منه برودكت اوتبوت اون ديماند بضل باستمرار عندي عمالي باخذ من هون خليني افترض عندي هون هي هذا البرودكت هي ستيرر وستيرر عليها محرك طبعا شكلها ممكن يختلف هذا البروفايل هذا اللي هو البروفايل تبعها ممكن يكون بروبيلر ممكن يكون حسب ايش الشكل اللي موجود هون وحسب الفيسكوسيتي تبعت هذا الليكويد كمان عامل من العوامل ممكن تكون الفيسكوسيتي تبعت هذا الليكويد عندي هون راح يدخل رياكتنت يدخل عندي الرياكتنت بنسب معينه فبدخل الرياكتنت الاول الاشياء اللي بدها تتفاعل وممكن تدخل عن طريق خطين يعني ممكن يكون عندي الرياكتنت الاول والرياكتنت الثاني فرضا مثلا رياكتنت A فرضا ورياكتنت بي وممكن يكون عندي فلو ريت لاي وممكن يكون عندي فلو ريت لبي وممكن بهمني الريشو ما بين دبليو اي ودبليو بي درجه حراره تمام ممكن يكون درجه الحراره كمان عامل ممكن افترض انه رو مختلفه ممكن تكون رو نفسها هاي كلها عوامل مختلفه في عندي سرعه معينه للستيرر من هون فستيرر اس تي اي دبل اي دبل ار اي ار ايش هذا اللي هون؟ الجاكيت تمام هذا الجاكيت وممكن يكون عندي نفس الشيء في عندي هون كولنت اذا كان هذا التفاعل اكزوثيرميك ايش يعني اكزوثيرميك؟ اكزو لما بقول اكزو بيطلع فهذا بكون بعطي حراره هذا التفاعل يمكن انا بدي احافظ على درجه حراره هذا التفاعل على درجه حراره معينه شايفين ملاحظين في عندي اكثر من عامل هون فعندي الكولنت راح امرر الكولنت هذا الكولنت ان وفرضا ممكن يكون الكولنت اوت من هون هذا الكولنت راح يمر في الجاكيت ما فيش له علاقه بالتفاعل الا انه تنتقل درجه حراره تنتقل حراره من التفاعل هذا بتنتقل للكولنت فعمالي بعمل ريموفر للحراره عشان احافظ على درجه الهاي ما فرجينا احنا السنسرز او ترانسديوسرز هون بس منطقيا المفروض يكون عندي سنسر او ترانسديوسر هون بيقيس درجه الحراره وعندي الهاي هلا هون البرودكت انا راح احطه بهذا الشكل من هون راح احط هون خط هلا مرات بسموه اوفر فلو لاين حسب ايش الهدف منه اوفر فلو لاين معناها عندي هون عمالي باخذ بصير في عندي انبوت فلو هون وانبوت فلو هون لما يصير انبوت فلو هون وانبوت فلو هون وراح افترض انه رو لهذا نفس رو لهذا وانه هذا انكمبرسبل فلويد من هون اذا لما بوصل ستيدي ستيت من هون الانبوت فلو لهذا زائد انبوت فلو لهذا ات ستيدي ستيت ايش لازم يساوي؟ الاوتبوت فلو اللي بيطلع من البرودكت هاي عمليه كونتينيوس فانا عمالي بقول باستمرار لمده 12 ساعه او يمكن المصنع هذا ما بسكره شو بضل عامل؟
هذا 24 ساعه ثلاث شيفتات، عندي بيجوا عمال 8 ساعات بيروحوا بيجي كمان عمال 3 ساعات شيفت، والشيفت الثالث 8 ساعات. ما بدي اطفي هاي البروسيس، البروسيس هاي بدها تضلها مستمره باستمرار، ما بدي اضل اوقف وانظف هذا واحط بروسيس ثاني، في عندي كميات هائله من هذا البرودكت بدي اضل انتجه، ارخص لي اني اشغل ثلاث شيفتات واضل اشغل هذا ويجي العمال ويشتغلوا واضل مشغل بالليل، اوفر بكثير واقتصادي اكثر واسرع العمليه هاي باستمرار، بضل عندي هذول الرياكتنس جاهزين عمالهم بدخلوا بفلو ريت معين وعم بيطلع عندي البرودكت من هون، والبرودكت لما يطلع هون عمالي بعبيه في الفيسلز او في الاناني اللي موجوده هون، باخذ منه وبعلبه وبسكره وبودي، وهي عمليه كونتينوس باستمرار رح تضلها موجوده هون. لاحظوا هون في عندي فوليوم في، واذا انا اخذت بهذا الاعتبار اخذت وصلت ستيدي ستيت كونديشنز رح يوصل هذا في يصير كونستانت. ات ستيدي ستيت ايش بقدر اقول؟ بقدر انه دبليو اي زائد دبليو بي بيساوي دبليو اللي طالع من هون الماس فلوريت، الماس فلوريت اللي طالع موجود عندي هون. طبعا عندي هون ثيتا تبعت البروسيس اللي موجوده هون، في عندي هون ثيتا تبعت الكولنت اللي داخل، وكمان عندي فلوريت للكولنت، وراح يكون في عندي مضخه هون سنترفيوجال بامب موجوده هون، وبقدر اتحكم بالفلوريت. هلا ممكن انا بتحكم بالفلوريت تبع ايه، او ممكن هذا ديستربنس عندي، ممكن انا بتحكم بالفلوريت تبع بي او درجه حراره، ممكن يكون هو ديستربنس من هون. ممكن انا اثبت احتمال كبير الستيرر، اثبت سرعتها خلاص اثبتها على سرعه معينه واعتبر انه هذا الستيرنج هو كونستانت، بحيث انه يسمح لي الستيرر. ايش بضمن لي الستيرر؟ ايش بهمني؟ ليش بهمني الستيرر؟ تمام، بتاكد انه كله هوموجينس متجانس، انه كل هذا متجانس من ناحيه الحراره ومن ناحيه المواد والتفاعل من هون، فبدي اكون ضامن انه هذا الستيرر عماله بيتحرك على سرعه بحيث انه التفاعل هذا يكون هوموجينس من هون. وهذه هون عندي مفترض انا هون انها اندوثيرميك اكزوثيرميك. اندوثيرميك ايش؟ بمتص الحراره، كانه هذا تفاعل معين عمله بمتص الحراره، انا هون مفترض انه هذا اكزوثيرميك بروسيس. الاكزوثيرميك بروسيس على فكره ممكن تكون انستابل، ممكن تعطيني بول في الرايت هاند سايد اوف ذا اس بلين. ها ليش؟ كيف ممكن يصير هذا؟ كيف ممكن اكزوثيرميك بروسيس تصير انستابل؟ الاكزوثيرميك بروسيس ايش بتنتج؟ في بعض البروسيسز الحراره نفسها شو بتعمل بالتفاعل؟ بتزيد، ولما تزيد التفاعل شو برد بعطيني؟ حراره، والحراره هاي بترد بتزيد تفاعل. هذا شو بنتج عنه؟ بنتج عنه نوع من البوزيتيف فيدباك موجوده في داخل البروسيس، ما عملت انا كنترولر ولا شيء. واذا طلعت هون على التايم على ثيتا مثلا تبعت هذا الرياكشن، ايش هذا الشكل؟ اي هون معامل اي، معامل تي اي تو ذا بوزيتيف سيجما تي، مش هيك؟ فالبوزيتيف سيجما هاي في الاس دومين، هاي سيجما وهي جي اوميجا، وهذا البول وين صار؟ في الرايت هاند صار. انا مش شرط بقول انه هذا لازم يكون، اذا كان التفاعل بعطيني حراره وهو نفسه بيعتمد على الحراره حتى يزيد يرفع ريت التفاعل، راح يعطيني سيجما بوزيتيف، وهي راح تكون. وطبعا بدي اعمل ستيبلايزيشن لهذا السيستم. هل بقدر اعمل ستيبلايزيشن للسيستم زي هيك باستعمال نيجاتيف فيدباك؟ شو بعمل النيجاتيف فيدباك؟ بسحب هذا البول للليفت هاند سايد. اوكي ماشي، تكون متذكر هذا.